أفد يوم أكو فنان رسم لوحة تحدى بيها الجميع، أتقن فن الرسم جدا، اجى عرضها بالشارع. اش كتب على اللوحة؟ كتب: هذه لوحتي رسمتها، ومن يجد فيها أي خطأ فليؤشر على الخطأ. اش قد واثق بنفسه هذا؟ جدا واثق بنفسه، وخلف رد أقلام. ترك اللوحة راح. اجى ثاني يوم لقى اللوحة متروسة بإشارات وملاحظات. صدم هذا، تفاجأ، هاي شنو؟ معقولة أنا فني هابط لهذه الدرجة؟ شنو الموضوع؟ راح للأستاذ، الأستاذ المعلم مالته، قال: أستاذي، رسمت لوحة اختزلت فيها فني وخبرتي، ووضعت إلى جنبها أقلام، وقلت للجميع: من وجد فيها ملاحظة فليؤشر. في اليوم الثاني حينما جئت لم أعرف لوحتي من كثرة الملاحظات. تبسم الأستاذ، قال: ارسم لوحة مثلها واذهب وانصبها في نفس المكان واكتب عبارة: من وجد ملاحظة على لوحتي فليصححها بنفسه. قال له: بس؟ قال له: بلي، افعل اللي دا أقول لك إياه. رحب، وضع اللوحة أيضا بالمكان العام وكتب هاي العبارة: من وجد خطأ في لوحتي فليصححها بنفسه وأكون ممتنا له. اجى ثاني يوم وحقك، لقى اللوحة مثل ما عافها، مثل ما رجع لها نفسه، كل شيء ما تغير. هذا ظل صفن، شنو الموضوع؟ شو ما حد لا ملاحظة لا تصحيح لا شيء. راح الأستاذ قال له: أستاذي، هاي وهاي الموضوع. قال: نعم، المجتمع يتقن فن الانتقاد لكنه لا يتقن فن التصحيح. الله، بالنقد كلها فلاسفة، كلها تصير برأسك فلاسفة.